بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أبنائي الطلاب الأعزاء، طلاب الصف الرابع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة. وبعد، أهلا ومرحبا بكم في الدرس الرابع، وهو بعنوان عناصر التصميم. طبعا هذا الموضوع موضوع مهم ويحتوي على عناصر كثيرة، ولكن قبل أن نبدأ به نذكر بالقيمة الأسبوعية لهذا الأسبوع، وهي قيمة الصدق مع الله. والصدق مع الله سبحانه وتعالى هو أعلى أنواع الصدق. فالصدق مع الله يكون في النية ويكون في العمل إذا قمنا به. فالصدق في النية مطلوب لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. يعني الإنسان لازم يكون صادق في نيته. والصدق في العمل يكون بالاعتقادات النافعة، وهي الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. فهذه هي قيمة الأسبوع، فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الصادقين. والآن نبدأ الموضوع بالتهيئة بتوجيه هذا السؤال: من يذكر لي بعض عناصر التصميم؟ اللي عنده فكرة عن بعض العناصر يستحضرها معي الآن. والآن يا شباب نذكركم بأهداف هذا الموضوع. يتوقع في نهاية الحصة أن تكون أيها الطالب قادرا على أن تعدد عناصر التصميم من خلال الشرح بطريقة صحيحة، وترسم لوحة فنية باستخدام عناصر التصميم بشكل جيد. والآن سنعرض عليكم بعض عناصر التصميم وهي مجمعة مع بعضها البعض. عناصر التصميم سبعة، وهي أولا النقطة، ثم الخط، ثم الشكل، ثم الحجم، ثم الملمس، ثم اللون، وأخيرا الكتلة والفراغ. هذه عناصر التصميم مجمعة، السبعة عناصر مهم جدا تحفظوها لأن لها علاقة بعد ذلك بالتطبيقات والواجبات. أولا قبل أن نبدأ لابد نعرف ما هو العنصر. العنصر هو المكون، عدة عناصر يعني عدة مكونات في الشكل. طيب، وما هو التصميم؟ العنوان يقول عناصر التصميم. العنصر هو المكون، والتصميم هو التكوين، أي الجمع بين عدة عناصر في عمل واحد يسمى تصميم. إذا طلبت منك أي تصميم تستخدم فيه عناصر، هذه العناصر عندما تجمع بينها فهذه تسمى تصميم، مجموعة من العناصر تعرف بالتصميم. أول نقطة يا شباب من عناصر التصميم هي النقطة، والنقطة تعتبر أبسط عناصر التصميم، أبسط شيء النقطة. عندما نرسم نضع سن القلم على الورقة، وسن القلم يبدأ رسم من نقطة، ثم نحرك هذه النقطة فيتولد منها يعني خط أو دائرة أو جسم أو أي شيء. المهم أنها تبدأ النقطة، ممكن أن نعبر بها فنيا عن يعني أي شيء في الوجود، مثل حبات المطر أو النجوم في السماء أو غيره، أو رسم أي شكل من الأشكال كلها تبدأ بنقطة ثم نحصل على الشكل من خلال حركة اليد. هذا مثال تشكيل بالنقطة، وهذا طبعا منظر كما تشاهدون كله عبارة عن هذه القوقعة، هذه
شكلها طبعا فيها شيء يسمونه الخداع البصري شوية. هذه كلها نقاط، كلها نقاط ما بين نقاط صغيرة أكبر شوية أكبر شوية، كونها منها هذا التكوين. ممكن إنسان سبحان الله، أنت ممكن تكون تكوين من هذا في دفترك وتعملها لوحة فنية رائعة أو أي شكل آخر. بل في مدرسة تسمى المدرسة التنقيطية، هي مدرسة فنية عالمية، الشكل كله يرسم الطالب الشكل ثم يستخدم النقاط، يعني الشجرة من فوق تنقط بالأخضر الفاتح والغامق، والساق ينقط باللون البني وهكذا. فهذه مدرسة فنية عالمية اسمها المدرسة التنقيطية، ولها رواد ولها أساتذة ولها مؤسسون اسمها المدرسة التنقيطية. فهذه أول عنصر من عناصر العمل الفني، فالنقطة هي أبسط عناصر العمل الفني. ثم النقطة يتولد منها الخط، وهذا ثاني عنصر من عناصر التصميم. والخط طبعا يعني عبارة عن مجموعة من النقاط المتراصة بجوار بعضها البعض، وتتنوع أنواع الخط، فمنه الخط المستقيم والمنحني والمتعرج والمنكسر والمموج والحلزوني. هذه أشكال الخط، أشكال مختلفة كما نشاهد، عند خط منحني، خط ملولب، خط حلزوني، خط منكسر، خط مفتوح، خط مغلق، خط متقطع. كل هذه أنواع خطوط، والخطوط لها أوضاع، يعني وضع الخط، إما الخط يكون خط مستقيم أفقي أو يكون خط مستقيم مائل أو يكون خط مستقيم رأسي أو عمودي. يعني الثلاثة هذه اسمها أوضاع الخطوط، الوضع إما يكون رأسي أو أفقي أو مائل، هذه أوضاع. أما أنواعه فهي الأنواع الأخرى اللي هي المنحني والمستقيم والمغلق والملولب والحلزوني والمموج، يعني في عدة أنواع من أنواع الخطوط كما تشاهدون. ثالث عنصر من عناصر التصميم هو الشكل. إذا أخذنا عدة خطوط وصلناها مع بعض، أعطتنا مثلا مستطيل أو مثلث أو دائرة أو أي شكل من الأشكال، فالشكل طبعا عبارة عن مجموعة خطوط تلاقت مع بعض فوصلنا من خلالها إلى الشكل. فبالنسبة للشكل، الشكل هو المساحة المحصورة بين عدة خطوط عند اتصالها ببعض، فالمستطيل شكل والمثلث شكل والمربع شكل وهكذا. هذا بالنسبة للشكل، والشكل له أنواع مختلفة، منها الأشكال الهندسية المنتظمة والأشكال الهندسية غير المنتظمة والأشكال التلقائية وهكذا يعني. فهذا هو العنصر الثالث من عناصر التصميم. كما تشاهدون هذه أشكال دائرة مثلثة، أشكال منتظمة هندسية طبعا، وفي أشكال أخرى حرة غير منتظمة كما تشاهدون في هذه الصورة اللي على اليسار. في أشكال هندسية منتظمة يعني الإنسان يرسمها بالأدوات الهندسية، وفي أشكال فري هاند يعني تتعمل باليد، فهذه الأشكال أشكال حرة وكلها أشكال. رابع شيء من عناصر التصميم، رابع عنصر هو الحجم. والحجم طبعا يعني هناك أحجام كبيرة وأحجام صغيرة وأحجام متوسطة، وهذا في عالم الرسم يعني. طبعا الحجم في العلوم، مادة العلوم غير الحجم في الرسم، فإحنا الحجم اللي يعنينا في الرسم حجم الأشياء الكبير والمتوسط والصغير. ف يعني قضية البعد في الرسم، الأشياء القريبة دايما يكون حجمها كبير، إذا كانت في الوسط يكون حجمها متوسط، وإذا كان في الخلف أو عايز تظهر أن الشيء هذا بعيد فترسمه صغير. وليس معنى كونه صغير في اللوحة أنه يعني معناه صغير يعني بعيد، وليس يعني هو حجمه صغير، ولكن صغر حجمه حتى يعطينا قضية البعد في الرسم. طبعا لعلك تشاهد الآن هذه مثلا البطريق، هذا قريب فيبدو كبير، حجمه كبير، والثاني أبعد فيكون حجمه أقل، وهكذا في القبعة، القريب منها حجمه أكبر والبعيد منها حجمه أصغر. العنصر الخامس من عناصر العمل الفني أو من عناصر التصميم هو الملمس، والملمس ده قضية محسوسة من خلال الرسم وتأثيرات القلم كما تشاهدون. هذه مثلا عدة رسمات للملمس، في الملمس الناعم وفي ملمس خشن، تشعرون بها عندما تنظر إلى هذا الشكل، يعني مثلا الشكل اللي في أقصى اليمين في بداية اللوحة من أسفل، هذا الشكل شكل يعني يعطيك إحساس بالنعومة. أما الشكل اللي في الوسط، الشكلين اللي في الوسط تشعر فيهم بأن فعلا السطح كأنه خشن،
وهذه كلها تأثيرات بالقلم، يعني ترسم بالقلم. فهناك الملامس من هو الخشن والناعم وغيرها من الملامس الطبيعية التي نراها في حياتنا، وفي مجال الرسم نفرق بين هذه الملامس من خلال النقوش المرسومة. سادس عنصر من عناصر التصميم هو اللون. طبعا الأصل في الألوان كما درسنا أنها تنقسم إلى ألوان ثلاث، هي الأصفر والأحمر والأزرق، هذه ألوان أساسية كما تشاهدون. الألوان الأساسية هذه يتولد منها ألوان ثانوية تماما. لو أخذنا مثلا الأصفر مع الأحمر يعطينا اللون البرتقالي، واللون البرتقالي هذا لون ثانوي. كذلك الأحمر إذا اختلط مع الأزرق فيكون يعطينا اللون البنفسجي. كما تشاهدين بين كل لونين في لون، واللون الأصفر مع الأزرق بيعطينا لون أخضر. الآن لو أنت شاهدت دائرة الألوان التي أمامك هذه، تجد اللون الأصفر موجود في أمامك في الأعلى، وبعدين اللون الأخضر بعده والأزرق بعده. الآن الأخضر ما بين الأصفر وما بين الأزرق يعطينا الأخضر، وهكذا. لو كملت الدائرة، الأصفر والأحمر بينهم البنفسجي، هذا يتولد منه. الأصفر والأحمر بينهم برتقالي، وهذا ما يتولد منه. فهذه ست ألوان، ثلاثة منها أساسية وثلاثة منها ثانوية. وهذه دائرة أوسع شوية، أوسع. كل لونين في لون أساسي ولون ثانوي، وبينهم لون يسموه لون وسطي، يكون درجة من هي تعتبر عملية درجات، عملية درجات. في أخضر فاتح وأخضر غامق، بنفسجي فاتح بنفسجي غامق، وهكذا. برتقالي فاتح برتقالي غامق، فبيسموه لون وسطي. عندك ثلاث ألوان أساسية، أحمر أساسي، لون أساسي أحمر، لون أساسي أزرق، لون أساسي أصفر، وبعدين لون ثانوي البنفسجي هذا، لون ثانوي الأخضر الغامق شوية، ولون ثانوي البرتقالي، وبينهم درجات تقترب أو تزيد. إذا كانت قريبة من الأحمر فبيكون البرتقالي محمر شوية، إذا كان قريب من الأصفر فبيكون لون وسطي أقرب للأصفر، وهكذا كما تشاهدون في الدائرة الثانية. آخر شيء عندنا الكتلة والفراغ. وطبعا الكتلة تعرف الكتلة من ناحية الفيزياء والعلوم بأنها كل ما يشغل حيزة من الفراغ وله وزن، ولكن الكتلة في الرسم لها علاقة بالشكل عندنا كرسم وبمساحة الفراغ حولها، ولا بد أن ينسجم أي عنصر في اللوحة مع كتلة العناصر الأخرى المكونة للوحة كما تشاهدون في هذه اللوحة. طبعا في تناسب بين الكتلة اللي هي السوداء والفراغ اللي هو الأبيض، وكذلك الألوان هذه في طبعا تناسق بين الكتل الأشياء المرسومة بالألوان التي أمامكم والخلفية الوردية هذه. هذا بخصوص الكتلة والفراغ. طبعا يا شباب احنا كده نكون عرضنا السبع عناصر من عناصر التصميم، ويعني مطلوب من كل طالب إن يرسم رسمة يعبر فيها ويستخدم هذه العناصر، يرسم لوحة مثلا مثل اللوحة التي أمامكم هذه، أو أي لوحة من اللوحات اللي تمثل الكتلة والفراغ، أو تمثل سبحان الله أي رسمة فيها عنصر من عناصر الملمس، أو تمثل اللون، أي لوحة تعبر عن عنصر من عناصر التصميم، إما عناصر مجمعة أو كل عنصر بروحه. كل واحد الآن متروك له الحرية في إنه يعبر لوحة مثلا على الملمس، أو على اللون، تعبر عن اللون، أو تعبر عن الكتلة والفراغ، أو تعبر عن الحجم، وهكذا ويعني في الختام احنا نغلق هذا الدرس بهذا السؤال، بتوجيه السؤال التالي: اذكر عناصر التصميم السبع التي تعلمناها اليوم. طبعا واضح انكم ان شاء الله ركزتم معنا، وكان اول عنصر ذكرناه هو عنصر النقطة، ثم الخط، ثم الشكل، ثم الحجم، ثم الملمس، ثم اللون، ثم الكتلة والفراغ. وفي الختام ننتظر منكم رسمتكم الرائعة، وكما قلنا كل مرة إن الطلاب الذين يتعلمون عن بعد يجهزون رسماتهم، وفي داخل ملف كل رسمة يحطوا على التاريخ داخل الملف ويحتفظوا بها عشان يسلموها في التاريخ اللي احنا نحدده إن شاء الله قبل امتحانات منتصف الفصل عشان ياخد عليها الدرجة. والطلاب اللي يداوموا معانا في المدرسة يسلموني أنا الرسمات التي يقومون برسمها. وفي الختام نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.